اخر حاجه معايا النهارده الدوري التونسي. النهارده الجوله الختاميه للدوري التونسي، اول الدوريات العربيه اللي هتنتهي من مبارياتها الرسميه. طبعا عدد الفرق اللي في الدوري التونسي 14 فريق، لكن كان في التزام في المواعيد، كان في ترتيب ماشي بشكل كويس، والنهارده الجوله الختاميه. اللافت للنظر بالنسبه لي مش في الجوله الختاميه والنهارده الاتحاد التونسي هينتهي من اخر مباريات في الدوري التونسي، لا، النهارده جوله الحسم في العديد من المباريات. رغم ان الترجي حسم الصداره منذ اكتر من حوالي 3 4 اسابيع وبطل الدوري التونسي، لكن لو نبص على جدول الدوري التونسي هنلاقي النهارده من المركز السابع للمركز ال 13 بنتكلم في 7 فرق بتتنافس عشان نادي واحد يهبط للدرجة الثانية. بتتكلموا في 7 أندية بتنافس على الهبوط النهاردة، وبين كل فريق والآخر نقطة أو نقطتين. اللي هيكسب النهاردة هيضمن البقاء، اللي هيخسر بنسبة كبيرة جدا هيهبط للدرجة الثانية. واللي لفت للنظر بالنسبة لي أيضا كمان وجود الأفريقي التونسي والبنزردي في ضمن الأندية اللي بتنافس على البقاء في الدوري التونسي، وأندية لها باع طويل وشاركوا قبل كده في مباريات إفريقية. أيضا كمان المركز الثالث، الفريق اللي هيلعب في دوري أو كأس الكونفدرالية العام القادم. 3 فرق النهارده بينافسوا على المركز الثالث عشان يضمنوا المنافسه او التواجد في كاس الكونفدراليه، ابرزهم طبعا نادي الصفاقسي اللي بيلعب حاليا في دور الثمانيه لكاس الكونفدراليه، ممكن السنه الجايه ما يكونش موجود في كاس الكونفدراليه نتيجه ممكن يكون ترتيبه الرابع او الخامس زي ما احنا شايفين على جدول الدوري التونسي. طبعا النجم الساحلي والترجي التونسي ضمنوا التواجد في دوري ابطال افريقيا، وخلاص الترجي هو بطل الدوري التونسي، لكن بجد بشيد بالاتحاد التونسي وبإدارة الاتحاد التونسي على تنسيق المباريات بهذا الشكل والمنافسة الموجودة حتى الجولة الأخيرة، لدرجة إن عشان هذه المباريات حاسمة وفاصلة امبارح كان في معسكر لكل الحكام اللي هيديروا هذه المباريات، دخلوا معسكر مغلق عشان يكونوا بنفس الأجواء اللي هتشارك بها الأندية ويكون نفس استعداد للحكام اللي هيكونوا بيديروا هذه المباريات، لأن مباراة حاسمة وفاصلة في الدوري التونسي. نتمنى يا رب بإذن الله قريبا أيضا كمان يكون الدوري المصري على مراحل ختامية ويكون في منافسة سواء في البطل والأهلي إن شاء الله يكون متوج بهذه البطولة، أو حتى منافسة قوية جدا في الفرق اللي بتصارع للبقاء في الدوري العام.